نمشي سريعا تونس بين البؤس والديكتاتورية. قدم على أنه تحقيق في التلفزيون الفرنسي الخاص لامسيس، في الحقيقة تسمح لي أني تخصصي أن نقول أنه لم يكن لا تحقيقا، بطبع الحال مش تحقيق استقصائي، لم يكن لا تحقيقا ولا مهنيا، هو تقرير طويل ممل. لكن سي حبيب أعتقد الخلاصة العامة فيه هي صورة سلبية. عدا ذلك ماذا يمكن تلخص أو تحفظ من هذا التقرير؟ بلاي ملاحظة سريعة فقط حسين قبل ما نمر للمحور هذا، أنه كل ما أقوله الآن أنا أوصف وأحلل المشهد، يعني أنا لا أقول ما يجب أن يكون، أنا أقول ما هو كائن. يعني كي نقول راهو الاتحاد ضعف مش خاطر نحبه وأنا يضعف، كي نقول توصيف أنا أصفه معناه، نعم. كي نقول رأي السلطة نجحت في أنها تدجن الاتحاد أو تحصر في مربعها الاجتماعي مش معناها احنا نصفق للسلطة، ولكن نحن نصفه. ولا أحد من مصلحته أن يتدحرج الاتحاد لهذا الموضع يا حبيب. احنا نقول حتى على رواحنا، أنا لو كان تسألني تو على تقييم الساحة السياسية نقول لك الحركة السياسية بعد السنة الأولى من مقاومة الانقلاب، نعم، افتقدت المبادرة وخرجت من التأثير في الواقع والسلطة خذت عليها المبادرة، وشنية الأسباب هذاك وقت نحلو، نعم. بالتالي أنا بصدد التوصيف. بالنسبة للمسيس وتحقيق المسيس، أول حاجة أنا لاحظتها وهي مسألة بالفعل توجع القلب، هو أن التوانسة مشتغلين بالشأن العام وثقفين إعلاميين مهتمين بالسياسة إلى آخره، رجعوا كما كانوا في عهد بن علي يستناوا الإعلام الأجنبي إيش باش يقول لنا على رواحنا، اللي هو هذا ما كانش موجود في العشر سنوات أصلا. حتى التوانسة اللي كانوا يتفرجوا برشا بالجزيرة بعد العشر سنوات ما عادش يتفرجوا في القنوات الفضائية، لأنه ولات الحقيقة، نعم، تتقال في الإعلام التونسي، ولات هناك قنوات معناها تعبر على وجهات نظر سيدي التوانسة بصفة عامة. طبعا وجهات النظر الثورية والإعلام الثوري والإعلام المناصر للثورة وللديمقراطية كان ديما محاصر كما القناة هذه، أما على الأقل القناة هذه كانت موجودة والناس تتفرج فيها وتتفرج في المتوسط ويتفرجوا في الإعلام الآخر اللي هو مناصر للثورة المضادة ولإيقاف الانتقال الديمقراطي. على كل حال كانت موجودة، ما كانش مضطر التونسي أنه يستنى إعلام براني إيش باش يقول عليه، وساعة متأخرة من الليل. أي نعم، مدام هكا معناها وصلنا إلى وضعية مقلقة. أنا بالنسبة للتحقيق كان مخلصا للرواية الفرنسية لتاريخ الانتقال الديمقراطي التونسي. التحقيق إيش قال لنا؟ قال لنا كنت في عهد بن علي لبس عليكم، صارت مشاكل، جات ثورة حكموها الإسلاميين اللي هما متخلفين ورجعيين وكذا، اتعبتوا، عملتوا 25 جويلية، 25 جويلية ما حلش المشكل، يلزموا يتبدل توا، أما ردوا بالكم ترجعوا للإسلاميين ويلزم لوجوا على طبقة سياسية أخرى تغير البلاد، أما ما تكونش الثورة اللي قادوها الإسلاميين وما تكونش 25 جويلية اللي خيبتكم ظنكم. هذه خط التحرير اللي يحكم لامسيس واللي هو قاعد يحكم اليوم، نعم، كل الإعلام الفرنسي اللي بدأ يدخل في تناقض مع 25 جويلية عنده توا قرابة العام. هنا السؤال يا حبيب، هنا السؤال أيوة. يعني تعرف أكثر مرة ماكرون قال بصراحة أنه داعم 25 جويلية، انقلاب 25 جويلية. اليوم كي تكون خلاصة بقولنا مش تحقيق هو تقرير، لكن الخلاصة العامة سلبي جدا. إيه مش هو الرسالة عمليا في النقطة هذه بالضبط؟ الرسالة هذا هو معناها، الرسالة هو أن فرنسا ستظل حريصة على أن تقرر
المشهد السياسي التونسي إذا كان إيقاف الانتقال الديمقراطي اللي هي فرحت به، لأنه الانتقال الديمقراطي بعد تونس إلى حد كبير عن التدخلية الفرنسية، ومنح كل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها اليمينية واليسارية المحافظة والحدثية أنها تقرر مصير تونس. فرحت بإيقاف الانتقال الديمقراطي في 25 جويلية، لكن هي حبت لحظة 25 جويلية وتحب المسار تقرره هي وتكون شريكة فيه. فلما المسار قال لها هذا مش نقرر واحنا بصياغة مختلفة وتنجم تدخل قوى أخرى في تقرير المسار هذا، تولي حتى هي تتغشش، ما تعملش بيان سور 2 مارس في ساحة القصبة، ولكنها تسيب عليه على تونس الإعلام نتاعها تماما. يعني هذه هي الصورة حبيت نعملها لك بالشكل الكاريكاتوري هذا. وكهو أنا أقدر أن هناك سردية، رواية، حكاية التاريخ التونسي من الثورة إلى الآن تحكي فيها فرنسا. أم سيس عبرت عليها، فرنسا 24 تفرج فيها تلقاها تعبر كيف على الحكاية هذه. الجرائد نفس الشيء، يعني على 10 سنين خايبين نعم سوداء. علاش؟ خاطر فيها جماعة دي ما نحبهمش أنا. 25 جويلية في بالنا يلزم يغير في الاتجاه اللي أنا نفكر به كأمكم القديمة. إذا كان ما صارش نولي نتغشش ونتصرف بهذا الشكل. كان لافت سيد حبيب أصدقائها في تونس، معناها لأنه التحقيق كان ضعيف. نعم، حتى مهنيا لم يمنح الفرصة لا للرأي المخالف مهما كان موقفه. لم يكن لأنه رئيس برلمان منقلب لم يؤتى على ذكره، مؤتد الانقلاب، القضاة الذين انتزعوا لم يتحدث عنهم أبدا، حتى الأطراف اليسارية الراديكالية حملها من غير أبدا، حتى عبير لا. بالطبيعة ما هو تتصور حتى اللي جابتهم تتصورها متاعهم لا، مش هذوكم قوى وطنية يعني. حتى اللي جاوا في اللمسيس لا، معناها هذوكم أولاد تونس ما ينجموا يكون عندهم كان خيار تونس. لكن الحكاية القصة كيفاش حكايت نجم يجيبني أنا ويجيب غيري، لكن يحطك في وسط حكاية الحكاية غلطة. أنا ما وقفتش عند التفاصيل، مش ماذا قال هذا وماذا قال الآخر وشنو الحدث اللي جابوه وشنو الحدث اللي ما جابوه. أنا قريت الخط التحريري، الفكرة الناظمة متاع التحقيق. الفكرة الناظمة بتاع التحقيق هي دائما مرة أخرى الحكاية الفرنسية لتونس، وأقول أنه هذه الحكاية لم تعد تعجب أحدا ولم تعد تغري أحدا، حتى ممن تتصورهم فرنسا أصدقائها، حتى اللي تصورهم فرنسا أصدقائها وأولادها وأكاديميتها وإعلاميها ومثقفيها، ما عادش تنطلي عليهم هذه الحيلة، لأنهم شافوا الانتقال الديمقراطي وبدأوا يعرفوا وين صعوباته، وين الأخطاء، وين المآزق، شنو أسبابها، واكتشفوا أنه لا إصلاح للبلاد إلا بالتونسيين الكل أولا وبمزيد من الديمقراطية. وإن شاء الله هذا نفهموه إحنا كتوانسة، نفهموه مع بعضنا كتوانسة. ولكن في الحد الأدنى حد يا حسيني، ما ثم حتى حد يلزم يحكي لنا حكايتنا إحنا التوانسة ونخبنا بمختلف تياراتنا العلمانية والمحافظة والتقدمية والرجعية والوسطية واليمينية واليسارية، يلزمنا نكتبوا حكايتنا وحدنا ونكتبوها مع بعضنا وعلى طاولة مشتركة احنا والدولة الوطنية متاعنا اللي تكونت من عام 56 لليوم، نحكيه معاها ونقولوا لها مش هكا تدار البلاد، ندير البلاد. 2011 ما جات الصدفة، جات لأنه يلزم الكلنا نديروا بلادنا مع بعضنا
ونحكي حكايتنا مع بعضنا ونروي قصتنا مع بعضنا. التو ما حكينا حكايه مشتركه نتاع ايش صار من 2011 لليوم. هاو هما يحبوا يحكيوا لنا الحكايات نتاعهم، ما يحكي لنا حد حكايته. اي لكن في دستور 27 جانفي يا حبيب اتفقنا، التوانسه اتفقوا في دستور 27 جانفي 2014 اتفق التونسيون على روايه. طبعا طبعا، ولكن لكن عملنا عملنا تخلويط، عملنا صراعات ماهيش في وقتها، عملنا صراعات ماهيش هي حقيقيه. كان يلزمنا نحولوا الدستور الى اخره. جاء 25 جويليا قال دوله قالت لا لا الغلاط برشا، لدرجه انه يلزموا يقف تماما المسار الديمقراطي. احنا ايش قلنا كمواطنون ضد الانقلاب كي كتبنا المبادره الديمقراطيه بتاعنا؟ قلنا لا، قلنا صحيح كثير من مبررات اللي نجم يقدمها 25 جويلية نحن نقتنع بها، برشا مبررات صحيح، لكن تتصلح بمزيد من الديمقراطية. نقعد ونتحاور، والحقيقة معنا قعدنا عام في هذا الجدل. لم تقرر الدولة أن تذهب وحدها لترتيب المشهد السياسي إلا بعد عام. نعم. يعني تقريبا في 25 جويلية، ثم بعد ذلك تأكدنا أنها ذهبت لوحدها عندما ألقي القبض على الأستاذ رشدي الغنوشي. أنا اعتبرت وقتها أنه الحركة السياسية التونسية خرجت من تقرير مصير تونس، وأصبح مصير تونس في يد الدولة فقط، الدولة اللي في 2011 قبلت بالديمقراطية. في 25 جويلية قالت باش نوقف الديمقراطية مؤقتا لنتقدموا لي عرض آخر، لين تتناقشوا مع بعضكم، لين تتحاوروا مع بعضكم. فكنا نطالب بذلك الحوار، وكتبنا على الحوار، وكنا نقولوا هاو نعدلوا الدستور، وهاو ايش نعملوا، وهاو شنو هي الاتفاقات الاجتماعيه والاقتصاديه. الطبقه السياسيه رفضت انا تكتب الحكايه. وطبعا قد يكون السيد رئيس الجمهوريه ايضا رفض واعتبر انه لا، ليس من الوسيط هذه كلها يجب ان تمشي. يا حبيب هو 25 جويلية، اسمح لي يا حبيب، 25 جويلية هو وضع دبابه امام البرلمان، وقف الحريه، هبط البلاد. لحظه وقف باش يسترجع الاموال وباش يوكل خبز، لانه 10 سنوات قالوا فدينا من الحريه. جاء تقرير لامسيس، صديق فرنسا صديق هذه السلطه، قالت لهم بعد عام ونص ما كليتوش الخبز. في كلمه حتى نمضي الى بقالنا تقريبا 5 دقائق مضطرين باش نزيدوا حتى درجين على ابو بدر في العياش. لحظه بارك، امسيس ما قتلهمش، ما قتلهمش فقط ما كليتوش الخبز. قتلهمش فقط ما كليتوش الخبز. قلت لهم ما كليتوش الخبز وما ردوا بالكم ترجعوا الديمقراطية نتاع الإسلاميين، لأنه هم يعتبروا العشر سنين نتاع الإسلاميين مش نتاع الإسلاميين، العشر سنين نتاعنا الكل، تعاركنا وما عرفناش نديروهم. أوكي، ما تخوفنيش، ما تعمليش فزاعة أخرى، خاطر توا اختلفت مع 25 جويلية، تحب تروي لي حكاية أخرى، تحكي لي حكاية أخرى، وتعطيني دون بوليتيك آخر، عرض سياسي آخر. لا لا، العرض السياسي نعملوه مع بعضنا التوانسة الكل. نعم. أنا في بالي حط دبابة، الدولة حطت دبابة قدام البرلمان، أنا في بالي. لكن هي حطت دبابة وإحنا خاطبناها. وتكلمنا سلميا وأعطينا مبادرات ديمقراطية. يعني اعتبرت حطان الدبابة جزء يا سيدي من عقل الدولة ومن منطق الدولة. وقعدنا عام ونحن نفاوض سياسيا انه نجم نصلح الديمقراطيه مش بالدبابه، بالحوار الوطني. رفض الرئيس، لكن هذا في نفس الوقت انا عندي تقييمي وعندنا تقييمنا احنا. نعم. رفض الرئيس، وهذا اكيد، ويتحمل مسؤوليه كبيره في الرفض، ومن دفعه الى ذلك الرفض، ومن زين له ذلك الرفض، هذوما اللي توا ولاوا معناها ما يحبوش الدكتاتوريه، ما هو زينوا له ذلك الرفض. ورفضوا انهم يجلسوا معنا باش نكلموا الدوله ونخاطبوها نقولوا لها انا فهمنا الدرس، وانا باش نتناقش، وانا باش نتحاور، وانا باش نطوروا الديمقراطيه. لا، هم كانوا يرفضون وقتها، قالوا لنا لا، تدافعوا على الاسلاميين انتم. نفس اللي قالته امسيس تو، قالت باهي 25 جويلية يستطيع ان يفشل، ما ردوا بالكم.
نعم ما رجعوش الديمقراطية بتاع الإسلاميين. هاني عندي عرض آخر باش نقدمه لكم. لا، نحن نقول مرة أخرى لا. العرض السياسي المستقبلي يعملوه التوانسة مع بعضهم، الناس كل بلا إقصاء وبلا استئصال وبلا وصم وبلا اتهام وبلا توتر وبلا تشنج. هذايا جزء من اللي ما نجحناش فيه احنا الطبقه السياسيه، ما نجحناش فيه. تحب نحكي لك على العام اللي بعد 25 جويلية؟ نحكي لك على الاخطاء التي ارتكبت. خلينا الوقت ذهبنا فقط. احنا غدوه ان شاء الله عندنا عدد خاص من حصاد 24 مع الكاتب والباحث فوزي مسعود، صاحب كتاب الربط اللامادي للتونسي بفرنسا. شفتوا امسيس البارح غدوه، نشوفوا الامسيس تابعونا في المباشر غدوه. الربط اللامادي للتونسي بفرنسا، الكاتب فوزي مسعودي، اصدار دار العلوي، غدوه ان شاء الله بدايه 8:30.